ده طارق يخرب بيته. يخرب بيته. ما انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ ارد عليه ولا احلق له ولا كنسل عليه؟ لا تعملي له بلوك عشان ده بني ادم واطي. تشتيش اللي عمله فيكي؟ لا ده مش بني ادم، ده حيوان. اهو قفل اهو. ارتحتي؟ بطيتي؟ تفتكري كان بيكلمني عشان يقول لي ايه؟ يا اختي قال لك القل وتعبك السر. هو انت لسه يا صدفه عايزه تعرفي عايز يقول ايه؟ عايزه هموت واعرف. طب اهو بيتصل تاني اهو. لكن لا لا، عارفه ليه؟ عشان اصون كرامتي من قبل حب. اهو اهو، خدي بقى التليفون حطيه جنب، ولو طلبت منك التليفون ما تديهونيش. لا شوفي لي حاجه بقى النفوخ ده. يلا حنين دماغي هتفرتك. بتكنسل؟ لا لا لا، انا مش فاهمك والله بجد. هو انت ليه بتكلمها تاني دلوقتي؟ عشان افهمها ان جوازها من جلال ده ليه حل. وانت مالك اصلا، يتحل ولا ما يتحلش؟ هو انت بتكلمها تاني ليه؟ ولا انت بتحكها معاها ولا ايه بالظبط؟ يا بنت اللذينة صايعة وذكية أوي أنت يا غادة أوي. بحكها معاها، عارفة ليه؟ عشان حبتها. أنت بتقول فيها؟ طب والله العظيم أنا شاكة في كده. وكمان بتحلفي يا هبلة؟ فيش الكلام ده. أمال حكيت لها ليه؟ ما كنت تمضيها وتاخد الورق وخلاص خلصنا، لازم يعني تقعد وتحكي لها التفاصيل؟ ما كنت تسيبها على عماها. عشان مش هخلص، وهتفضل لازقالي في كل مكان أروحه وزن ومكالمات ورسايل، أنا عارفها. فقلت اجيب من الاخر، اقطع عرق واسيح دمه. فعلا صح، بدليل ان انت رجعت تكلمها تاني اهو. ما انا قلت لك السبب. مش داخل في دماغي بجنيه يا طارق، ده انت دلدتني من الحكايه بتاعتك وانت بتحكيها لها. انا ولا دلدتك ولا شلتك، بالعكس ده انا فهمتها ان انت شاركت في كل حاجه انا بعملها. قلت لها ان انت عرفتيني قصه جلال والمحامي، وانت اللي صورت لي بياناتها من مكتب جلال وبعتها لي. دي لو غبيه وما بتفهمش هتعرف ان في حاجه بيني وبينك. طب ما قلتلهاش ليه بقى ان احنا الاتنين متجوزين؟ بلاش دي. ما قلتلهاش ليه بقى ان انا اللي كنت بتصل بابوها عشان اقول له انتوا الاتنين قاعدين فين؟ عايزه توصلي ليه يا غدا؟ انك انت ما رضيتش تحكي لها على كل حاجه عشان ما بانش قدامها انك نصاب. اصل انا خايف على مشاعرها، خايف اجرحها. ما تعملهمش عليا يا طارق، انا عاجنك وخبزك كويس قوي. انت لما عرفت ان ليها اب مش معترف بيها حبيت ان انت تصلح ما بينهم وتقرب المسافات وتتجوزها، وبعدين تبقى تقلب بقى ابوها بعدين. عارفه الكلام ده لو حصل من وراكي هقول لك حقك تشكي، لكن كل حاجه حصلت على ايديكي خطوه بخطوه. حكيت لك موضوع ابوها وقلت لك احتمال اتجوزها، قلت لك جو اهد زياده الخير خيرين، نكوش على فلوس جلال، ولو جات مصلحه من فؤاد يبقى فل. مش ده كلامك؟ كلامي. بس ليه بقى ما قلتش الكلام ده للاموره؟ انت ليه بقى شغل النسوان والهبل اللي في مخك ده؟ يا بت مفيش في قلبي وعقلي غيرك، افهمي افهمي. متاكد؟ متاكد زي ما انا متاكد من صدمه جلال بكره وانا داخل عليه بالورق. يا فرحتي فيك يا عمي. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.